النيابية العدالة والتنمية. تفضل سيدنا المحترم. سيد الرئيس، سيد الوزير، البرامج الانتخابية اللي جابت الأحزاب ديال الحكومة، سيد رئيس الحكومة قالنا بلي غيدير 2 مليون ديال مناصب الشغل. جيتوا للتصريح الحكومي قلتوا غادي ديروا 1 مليون، صاحب الجلاله صحح لكم الرقم وقال لكم ودي 500 الف. حتى هاد 500 الف ما درتوهاش السيد الوزير. الان وايضا هناك التزامات فيما يتعلق بالنساء من 20-30%. الا كنا كنحترموا المؤسسات الدستوريه ومنها الاش سي بي، نحترموا حتى الارقام ديالها ماشي نبخسوها. ملي قالت لكم 13.5% ديال البطاله راه هي 13.5، ما نبقاوش نقولوا لا العالم القروي ما نحسبوش. كيفاش ما نحسبوش العالم القروي الاخر اللي فيه البطاله اللي فيه؟ ثم هاد الارقام اللي جبتوهم لنا السيد الوزير الفلكيه تاع 600 الف، شنو اللي حسبتوا فيها؟ حسبتوا اوراش 103 الف، حسبتوا الناس اللي عندهم المساهمه المهنيه الموحده. هذاك لي بيسي اللي قلت له غادي ندير لك التغطيه الصحيه، هذاك الحلاق اللي كاين في الدرب حتى هو حسبتوه. وكتقولوا لنا درنا 600 الف، كيفاش درتوا 600 الف؟ زعما هذا ستانجيني ديال هاد الحكومه. والاس سي بي كتقول لكم 13.5%، كتكلموا لنا على النزاهه ديال الارقام. اذا كانت هاد نتاع الاس سي بي ولا هاد الشيء نتاع السي بي هذا هو النزاهه، سمحوا لنا. انتم علاش ما عطوناش ارقام تاع الوزاره ديالكم؟ عندكم مصالح ديال التفتيش، قولوا لنا شحال تاع الشركات اللي سدوا اللي داروا الافلاس، انتقلوا من 10 الاف الان الى 14200. كيفاش الشركه اش كتسد وكتقولوا لنا لا احنا راه حنا كنشغلوا؟ كتقولوا لنا هذه البرامج فين هو الاستثمار؟ ما كانش الاستثمار الخارجي انخفض 52%. الاستثمار الخاص اللي هو 500 مليار اللي قال لكم جلاله الملك، عطوا لنا الحساب شحال درتوا ديال الاستثمار، شحال عطانا تاع مناصب الشغل؟ درتوا الاستثمار العمومي شنو هو الاثار ديالو على شكرا سيد النائب المحترم تاع الوقت. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.